نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة هذه البيانات حسابي. قم بالضغط هنا على تطبيق كريم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المساعدة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الرحلات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل إدارة الحساب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تعديل بيانات الحساب، وهنا سوف تجد جميع المعلومات لتعديل بيانات حسابي. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.